اهلا بيكم في حلقه جديده من بالهنا. النهارده عاملين لكم مكرونه بالخرشوف رائعه، انتظرونا وشوفوا اخبارها ايه. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بالهنا في شهر رمضان، حلقات الـ30 باستا. احنا عملنا باستا وكنا متجننين شويه بالحركه دي، بس ان شاء الله تعجبكم. النهارده بعمل لكم الباستا مع احلى حاجه انا بحبها في حياتي، مع ذا كينج اوف ذا كيتشن. ايه هو كينج اوف ذا كيتشن؟ هو الخرشوف، ملك المطبخ. مفيش احلى ابدا من خضار الخرشوف ده. حتى بصوا جماله سبحان الله، انا دايما بشوف جماله زي جمال الرمان، يعني الرمان في الفاكهه هو الخرشوف في الخضار بالنسبه لي كده. فزي ما انتم شايفين عندنا خرشوف، انا جايباه اوريدي فروزن، هتلاقوه في كل حته. توم، التوم رائع برضو، كان السيزن ده الثوم البلدي. فلفل حراق وليمون وبقدونس. شفت هما كلهم على بعض 4-5 حاجات بس بيطلع حاجه جميله. قلنا خلاص المقادير على طول بالميه، اول ما هتغلي هننزل. دلوقتي خلونا نبتدي بتحضيرات الايه الاستاذ كينج ده. طبعا احنا ده مش الكينج بتاعنا اللي احنا بنحبه، ده كينج المطبخ. خلوني انا هعملها كده صغير عشان تبقى البن. دايما لما الواحد يعمل باستا يا جماعه ويقطع الخضار، يحاول يقطعه كله نفس المقاس عشان ياخد نفس درجه السوى، وما يبقاش بعيد قوي عن الباستا اللي احنا بنعملها دي. يعني ايه؟ يعني هتشوفوا دلوقتي. الفكرة لو بقى ناس بيتابعوني وبيتفرجوا على طريقة الأكل دي أو طريقة الأكل التلياني عامة، هتبقى هما الحكام حركة اللي احنا بنفضل نعملهم، اللي هو ايه؟ زيت زيتون، وبعد زيت الزيتون بنحط ايه؟ نقوم حاطين شوية توم على نار هادية. يلا نبتدي. زيت زيتون معاهم شوية التوم، تقلي انت. التوم ما يتحرقش، الفكرة اللي بقولها لكم كل مرة، أهم حاجة إن التوم ما يتحرقش. هنحط فلفلية. الخرشوف أساسا لما احنا بنجيبه الفروزن ده دايما هتلاقوا فيه طعم ليموني كده. ليه بنحط الطعم اللي بالليمون ده؟ لان لونه بيغير. الليمون بنحطه له عشان يفضل مخلي لونه حلو كده معانا. لو ما حطيناهوش واحنا بنسلقه، ما احنا بنقشره وبعدين نجيب ميه بنغليها، بنحط لها ليمون وبنحط لها شويه دقيق، اوكي؟ ده اللي يخلي لون الخرشوف دايما كده على طول جميل. احنا في مصر بنستعمل الخرشوف في حاجات دايما معينه، اللي هي ايه؟ دايما بنحطه اللي هو ابو بشاميل ولحمه مفرومه بالبسله. بنعمله ايه؟ بنحطه ساعات في الشوربه، مش كل الناس. انا حماتي اكتر واحده في الدنيا تموت في الشوربه في رمضان، ام خرشوف. بصراحه مفيش احلى منها، هي شوربه لسان عصفور عادي جدا، تقوم حاطه فيها شويه خرشوف، مش قادره احكي لكم الجمال. ايوه كده الريحه جت اهو. يا سلام. الباستا بقى احنا عايزينها تغلي، لما عايزين الميه توصل للغليان لازم الميه تكون بتغلي جامد 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 قبل ما نحط الباستا اهو. الخرشوفات بتاعتنا نقوم حاطينها كده اهو في الطاسه. زيت زيتون وتوم وفلفل حامي، وده بقى هيستوي هتشوفوا ازاي دلوقتي. عندي الليمونه ومعلقه، دي اكثر طريقه ان احنا نعمل بيها الليمون. خلاص كده حلو قوي. وبرده الليمون للايدين عظيم جدا يا بنات ويا ستات، انتوا طبعا عارفين من اكتر الحاجات اللي بتنعم الايدين الليمون. انا معايا دي، حط شويه ملح صغيرين، مش هنزود الملح. عندي هنا المكرونه خلاص لازم تنزل، نحط شويه كمان. يلا واحنا بنسوي دلوقتي الخرشوف
مع الحاجات دي انا هحط شويه بقدونس مش كتير كده، وهنرجع نزود بقدونس تاني. هي شكلها بقى مفرح بصراحه دلوقتي، انا ممكن اكلها كده بدون حتى الباستا. نجيب دلوقتي المغرفه بتاعتنا، زي ما اتفقنا دايما الميه بتاعت الباستا هي احلى حاجه الواحد يقدر يزود بيها صوص او يعمل بيها اي حاجه. انا عايزه الخرشوف بتاعي يبقى طري حبتين، فهقوم نازله كده شويه وزي ما انتم شايفين الصوص نزل ازاي والخرشوف نفسه. بصوا طري ازاي يا جماعه، هيبقى صوص رائع. خلاص احنا الباستا بتاعتنا خلصت، وانا بستعمل الطف طريقه، لا دي اصغر، الا وهي الصيد، صيد الباستا. يا سلام اهو الباستا بنصطادها. هنا دلوقتي ونبتدي بقى نقلب الحاجات الحلوة دي كلها مع بعض. يا سلام، نجيب بقى الطبق اللي هنغرف فيه، والحركة يا سلام. عايزة برضو قوة البتاعة دي، ودلوقتي نجيب بقى ده طبق باستا فريش وحلو في الصيف اللي احنا فيه ده. اللي مش عايز بيبرونشينو يا جماعه ما يحطش بيبرونشينو، بس انا بحبه اللي هي الشطه الحمراء دي، وبتفتح النفس برضو. بس كده حلوه قوي، خدها بقى واحطها هنا. ونحط شوية فريش بقدونس، اوكي، والجبنة طبعا البارميجان دي برضو هتدي لها صوص حلو قوي قوي قوي. واهم حاجة برضو في الموضوع شوية زيت زيتون، شوية كده اهو، ونقطة زيت زيتون اهي. باستا بالخرشوف والفلفل والثوم. ان شاء الله الحلقة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، يا ريت تجربوها وتقولولي ايه رأيكم فيها، واشوفكم في حلقة جديدة بكرة بإذن الله من بالهنا.